السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم علي السيد من قناة اس اي راديو. بإذن الله النهاردة هنشرح مع بعض كيفية تصميم أو عمل مقدمة فيديو احترافية ببرنامج باوربوينت. المقدمة بتاعتنا هتستخدم برنامج باوربوينت بطريقة بسيطة، بحيث إن يخرج المقدمة أو الانترو الفيديو بتكون شبه أي مقدمة بنستخدم بيها برامج غير مجانية أو برامج محتاجة تقنية عالية، ولكن النهاردة هنستخدمها ببرنامج بسيط جدا. الكل عنده نفس البرنامج لأنه بينزل مع حزمة الأوفيس عادي، اللي هو برنامج الباوربوينت على أي نسخة هتطبق نفس اللي احنا هنشتغل النهاردة. احنا او انا بستخدم برنامج الباوربوينت نسخة 365، دي اللي هي اخر نسخة، وممكن تطبقوه على اي نسخة. بس قبل ما ابدأ احب اتكلم شوية في موضوع ان المتابعين او المشاهدين بتوع القناة علقوا عليه في الفترة اللي فاتت، وهو اللي احنا اللي انا بستخدم برنامج الوورد بين النسخة الإنجليزية مش بالنسخة العربية، وده سبب لهم إن هو ما كانش واضح شوية أو سبب لهم صعوبة في متابعة الفيديوهات. أحب بس بقول إن أنا من الناس اللي اتعودت من البداية خالص إن أنا بستخدم نسخة إنجليزية، فما صعب شوية إن أنا أرجع أستخدم نسخة عربية، وبحاول بقدر الإمكان أثناء شغلي على الوورد او زي النهارده في الباوربوينت او على اي نسخة او على اي موقع او برنامج بنقول مع بعض الكلمة بالانجليزي ومفروض هنلاقيها ازاي في النسخة العربي او بيكون موجودة فين. تاني حاجة يعني المكان بتاع حتى الايقونة او الحاجة اللي احنا بنشرح عليها بيكون تقريبا واحد في النسخة العربية أو في النسخة الإنجليزية، عشان كده بس بقدم اعتذاري لكل واحد كان يرجو إن احنا لنا أقدم الفيديو بنسخة عربية، وأتمنى إن الفيديو بتاع النهاردة يكون كويس وتستفيدوا منه. أول حاجة هنروح نفتح باوربوينت بتاعتنا، وهنروح هنا اللي هو المفروض ده النموذج اللي احنا او اللي انا عامله قبل كده واللي احنا شفناه في بداية الفيديو. بعد كده هنروح على الجانب ده اللي تحت السلايد او الشريحة اللي قدامنا، وندوس نقطة يمين ونقول نيو سلايد، تمام، او شريحة جديدة. طبعا الشريحة الجديدة دي انا ممكن اغير في شكلها وكل حاجة من خلال ايه بالظبط، من خلال تصميم او ديزاين. موجود هنا التصميمات بتاعتنا اللي انا ممكن اختار منها اي شكل اللي انا عايزه زي ما احنا شايفين دلوقتي، مش شرط الشكل اللي هو موجود ده. هنقف على الشريحة بتاعتنا هنا وهنقول ادخال، ومن ادخال على وورد ارض او نص. النص بتاعنا هنكتب فيه هنا اسم القناة بتاعتنا او اسم اللي احنا عايزينه، سواء بقى بالعربي او بالانجليزي مش هتفرق، تمام. ونبدأ نعدل على نوع النص بتاعنا من اللون ونوع الخط والكعب. يعني بنعدل شوية في النص بتاعنا بحيث انه
يبقى مثلا منور اكتر، حاجات من كده. طبعا تعديل الابن كلها على حسب ما انت عايز، يعني مش شرط زي ما انا عامل. تمام. وهنروح هنعمل نفس الكلام تاني، انسيرت او ادخال نص برضو، وهنكتب هنا فاضل بقى هنا إضافة الرسومات أو الحركة بتاعة النسق. هنروح على الأنيميشن أو الحركة، ونروح نقول له هنا إضافة الحركة. أنا عندي إضافة الحركة، هنروح هنا على واب هنلاقيها تقريبا 7 حاجة زي كده. تمام. ونبدأ اتجاه الحركة بتاعتي، أنا عايز ما أقوله من اليمين فبقول from right. تمام. هنروح على اللي تحت نفس الكلام، ونختار وايب برضو ونقول له من اليمين. تعالى نشوف الحركة بتاعتنا هتتعمل ازاي. هنروح هنا على انتميشن بان اللي هي ساحة الحركة بتاعنا عشان انا اشوف عامل ازاي. قبل ما هنشغل الحركة بتاعتي، بس انا هبص هنا هنلاقي في فارة هنا او ماوس، وهنا فارة. انا هروح على اللي تحت هنا، دي معناها الاول ان انا اول ما هنضغط بالفاره بتاعتي ان الحركه دي هتشتغل. انا مش عايز الكلام، انا عايز هو يشتغل بس في الاولى لما هاجي اضغط بزر الفاره، بعد الكلام ده هو يشتغل لوحده. تمام. فاروح على الثانيه وادوس هنا على السهم عشان يوسع لي نفس الكلام، وهنقول افكت اوبشن اللي هو خواص التاثير، ونروح على التايم. تمام. واقول له اون كليك، لا انا هقول له افتر بريفيس او ويز بريفيس، مع اللي فات. تمام. واقول له اوكي. نبدا نشوف هنا التاثير عامل ازاي. طبعا احنا شفنا اتكتب ازاي. طيب انا هنضغط تاني على توسع لي، وهنروح على التاثير. مكتوب هنا الانيميت تكست، يعني حركه النص. هعمل توسعه، مكتوب all at once يعني الكل مرة واحدة، او بالباي وورد اللي هو بالكلام او بالحرف. انا هدوس بالحرف، يظهر لي تحت المربع ده مكتوب فيه 10، هسيبه 10 مش هعمل اي حاجة. دي معناها ان ما بين الحرف والتاني هيتأخر 10%. واقول اوكي. تمام. نفس اللي انا عامله دلوقتي هعمله في النص اللي بعده. وهشغل الكلام. تمام. طبعا انا مش عايزه يفضل في مكانه، انا عايزه يتحرك. فبدل ما اقول الوايب هنا، ممكن اروح اقول له فلاي ان. تمام. وهنا نفس الكلام اقول له برضو فلاي ان. يعني ايه فلاي ان؟ يعني يدخل لي من اتجاه لاتجاه. وهغير نفس الكلام اقول له من اليمين، وهنا من اليمين. تمام. واقول له اشتغل. بدأ هو حذف لي كل اللي انا عامله المره اللي فاتت اللي هو بتاعت النص والكلام ده، فانا هقول له برضه بالحرف واسيبه. ونشوف اشتغل ازاي. طب تمام. فاضل هنا
الخطوط اللي انا ببدأ اعملها، بقوله على ادخال او ادراج شيبس اللي هو خطوط، وبختار الخط العادي اللي هو قدامنا ده. تمام، الخط ده بقى انا ممكن اختاره اي لون انا عايزه. وغير فيه سمكة الخط، سمكة الخط هنا بقول له الشيب اوتلاين اللي هو حد الخط من الخارج، والسمك واقول له 6 عايز اكتر مفيش مشكلة، بقول له مور لاين اللي هو هنا كده في الاخر خالص يعني خطوط اضافية، هيفتح لي الجزء ده. هروح هنا على الويتس او الويتس اللي هو السماكة او العرض، وابدأ اكتب فيه اللي انا عايزه. تمام، انا مثلا هختار 10 وهقفل. خلاص، فاضل هنا حركته، الحركة بتاعته هختار هنا وايب. تمام، هروح على اقول له بعد اللي فات افتر بريفيوس اللي هي اخر خيار تقريبا في اول 3 خيارات، انا هختار التالت. تمام، وتعالى نشوف التأثير عامل ازاي. تمام، فاضل هنا التأثير بتاعي اتجاهه، انا عايزه من فوق لتحت. نشوف تاني، هقف على الخط اللي انا لسه عامله واقول له كوبي هير يعني انسخ لي هنا، واخد ني واعملها بالعرض. واروح على الافكت اوبشن اللي هو خواص او تأثير، خواص التأثير بتاعنا هيبقى عامل ازاي، فانا هقول له من اليمين للشمال، وهعمل نفس الكلام تاني. ونشوف الحركة تشتغل ازاي. طيب لو بصينا هنا هنلاقي ان الخطوط دي مش ماشية بنظام، يعني ده ماشي كده ده كده ده طالع كده، لا انا عايزهم يمشوا بالطريقة دي، يعني ده المفروض ينزل من فوق، ده من يسار. طيب فانا هبدأ احدد ده من فوق. تمام، ده هيتحرك من الشمال المفروض بقى مش من اليمين. تمام، ده من تحت. تمام، وده من اليمين، ونبدأ نشوف تاني التأثيرات أو الحركة عاملة ازاي. تمام كده، دلوقتي أنا عايز إن الخطوط دي تتمسح، بمعنى لو رحنا نشوف الفيديو الأصلي هيشتغل ازاي، بتبدأ تختفي أو تتمسح. أنا عايز نفس الكلام، هنروح هنا ونروح على ايد انيميشن، هو الخط ده هنقول له اضافه تاثير، ما بنشتغلش في الخانه دي خالص. انا بروح على هنا اقول له اضافه تاثير، انا كنت عامل وايب، هنعمل كمان وايب اللي هو ده خلاص، بس بعكس الحركه، يعني هو ده كان تاثيره منين اصلا، ده كان تاثيره مثلا من فوق، يبقى الوايب اللي انا عاملها جديده دي تبقى من تحت. تمام، يبقى from top او from left العكس بتاعنا. تعال نشوف هيتعمل ازاي تاني، يعني الخط ده نازل كده من فوق، تمام، يطلع لفوق تاني او يكمل لتحت زي ما انا عايز.
وعدل برضو بقول له بعد اللي فات نفس الكلام هنا ايه القماشة نشوف العرض كله هيشتغل ازاي. طيب يبقى المشكلة في التانية هنا، تعال نشوفها عاملة ازاي. يبقى احنا المفروض نعدل على التانية. نشوف تمام كده، نشوفها مرة تانية. دلوقتي فاضل النص ده كمان عايزينه يختفي، نعمل ايه؟ هنوقف على اول واحدة ونقول add animation برضو اللي هي اضافة نص، تمام، واقول له fly out، واقول له after previous بعد الكل اللي فات ده يشتغل، وعايز اتجاه النص بتاعي. طبعا اتجاه النص ده كان في البداية خالص كده، لو كنا هنشغل دي بس كده كان داخل منين؟ من اليمين للشمال. طب انا عايز برضو يكمل من اليمين للشمال، فبقول له تو رايت ولا تو ليفت؟ لا تو ليفت، رايح للشمال، تمام كده. وافتح توسعه واقول له الافكت او التاثير، بقول له بالحرف بتاعي باي لتر، وهنا بالعشره. نفس الكلام هنعمله فيه مع اللي تحت، اد انيميشن او اضافه التاثير والفلاي اوت، وبرضو للليفت او للشمال بعد اللي فات او مع اللي فات. هنا بقى دي برضو مع اللي فات، اوسع واقول له التأثير بتاعي بالحرف 10 واقول له اوكي. تعالى نشوف التأثير كله عامل ازاي. وبكده انا اكون قدرت اعمل الفيديو بتاعنا. تعالى نشوفه بقى على التوسعة شوية. وإلى هنا أكون وصلت لنهاية شرح درس النهاردة، وأتمنى إنه يكون حاز على إعجابكم، وأتمنى كمان إن ما يكونش ضايقت بعض الناس اللي أنا استخدمت الباوربوينت بالإنجليزي بدل من العربي، بعتذر عن الاستخدام اللي أنا بقول اللي هو غصب عني شوية. بقول لكل واحد بيشوفنا النهاردة لأول مرة، لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل الاشعارات. وكمان اقول للكل كل سنة وانتم طيبين بالنسبة للسنة الجديدة، وما تنسوش تتابعونا كل يوم اثنين وخميس الساعة 8 بتوقيت جمهورية مصر العربية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.